السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح مصنع الصحة الوطني لإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي. تظاهر رافضة لسانت ليغو تغلق بوابات الخضراء بدون كفيل. بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن سلف الموظفين والمنتسبين. بالوثيقة، القضاء يطلق حملة لمكافحة التسول والإتجار بالبشر. المنافذ تكشف إجراءاتها بحق مهربي المشروبات الكحولية إلى العراق. إليكم تفاصيل الأخبار. افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني السبت مصنع الصحة الوطني لإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي. وذكر مكتب السوداني في بيان إن السوداني افتتح مصنع الصحة الوطني التابع لوزارة الصحة الخاص بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات طبية متعددة لتغطية حاجات المؤسسات الصحية في عموم العراق. بدأ العشرات السبت بالتظاهر أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد رفضا لمقترح تعديل قانون الانتخابات. وقال المصدر في حديث إن العشرات تجمعوا للتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد رفضا لتمرير سانت ليغو. وأضاف إن القوات الأمنية أغلقت بوابات الخضراء من جهة العلاوي والسماح فقط لأصحاب الباجات بالدخول. أعلن مصرف الرافدين إن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من دون كفيل. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن السلف تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار، وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي ومن دون كفيل وبضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا. وأشار إلى أن التقديم على السلف الإلكتروني وعن طريق تطبيق مصرف الرافدين الإلكتروني. أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق حملة لملاحقة المتسولين والمتاجرين بالبشر في العراق. وبحسب وثيقة صادرة من القضاء بتاريخ 20 من الشهر الحالي أنه تقرر انطلاق حملة متكاملة لملاحقة شبكات الإتجار بالبشر في العراق وإنهاء ظاهرة التسول وما تشكله تلك الظاهرة من خطر على أمن المجتمع. وضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي السبت إجراءات الهيئة بحق مهربي المشروبات الكحولية والمواد الممنوعة إلى العراق، فيما أكد التزامها بالقرارات الصادرة من مجلسي الوزراء والنواب. وقال الوائلي إن الهيئة ملتزمة بالقرارات الصادرة من الحكومة العراقية ومجلس النواب الخاصة بالمنافذ، مشير إلى أن جميع الإجراءات ستعمم على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الممنوعة. وبخصوص المشروبات الكحولية أكد الوائلي إنه من اليوم الأول وصول التعميم سيتم العمل به، وفي حال تم القبض على بعض المهربين للمشروبات الكحولية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء. وأضاف إن أي شخص يقدم على إدخال أي مادة ممنوعة إن كانت مشروبات كحولية أو غيرها سينفذ القانون بحقه.